غادي نتعاون مع بعضياتنا. لكم الكلمة السي مختار الغزيوي. شكرا لنا على هذا الحزم المبالغ فيه، وشكرا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على هذا اللقاء، وشكرا للمختلف مساء الخير، شكرا طبعا للحضور الكريم لأن فوق ما تلاقينا باش نهضروا على هذه الهموم ديال هذه المهنة. نتذكر بأنها مهنة وعندها هموم وخصنا ديما نتلاقاو باش نهضروا عليها، باش شي نهار شي نهار كنحلموا بهذه القضية، نوليو حنا أهل هذه المهنة كنحكموا فيها، ما يبقاش يحكم فينا لا الفاعل الحزبي ولا السياسي ولا الآخر البراني علينا ولا الخارجي اللي ما عمرو كتب تسميته فحراك كان يتحكم لنا في مقالاتنا أو في آرائنا أو في تصوراتنا وفي إذاعاتنا ومواقعنا وجرائدنا وتلفزيوناتنا. بغيت نقول الله يرحم ريان هذا الوليد الله يرحمه، كتب في 5 سنين ولكن لو استطاع أن يلقي لنا فعلا دروسا حقيقية. أولا دوزنا واحد 5 أيام والله اللي كيعلم بها كاملين دون أي استثناء، حتى أكثرنا تجلدا وأكثرنا تبلدا في مشاعري وأحاسيسي شفناه كيبكي. أولا لقنا الدرس الإنساني وما كانش الأمر مقتصر على المغرب وحده، كان مقتصر كان يشمل العالم بأسره، ما كيش فينا شي واحد. أنا أتحداكم جميعا وأتحداكم جميعا اللي ما عطاتلوش شي بميعة وخرب تخبية على ذاك المصير ديال ديك 5 أيام، هذه الأولى. ثم كنشكر أنا ريان وأنا منتمي للميناء لأنه فعلا فتح ورشا مهنيا لم نستطع أن نفتحه في يوم من الأيام، هو هذه القضية ديال التغطية الإعلامية لما يقع لنا في مجتمعنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى، كنتواجدوا فندق بالدار البيضاء في الندوة اللي عقدتها النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب في خضم الموضوع، موضوع مهم جدا بغينا نناقشوه بطريقة مبسطة مع الرأي العام، هو دور الصحافة. الصحافة بين العمل الجاد وبين الإكراهات وبين أخلاقيات المهنة. الآن معايا أستاذ الغزيوي اللي هو المسؤول في الأحداث المغربية جريدة الوطنية تعرفوها المغاربة بشكل كبير، وهو الغزيوي متمكن في المجال بشكل كبير. ما هي طريقة المواكبة بين الصحافة المكتوبة وأخلاقيات المهنة والتكنولوجيا الحديثة؟ سي الغزيوي شرف لي أن أكون معك في هذا النقاش. أستاذ متمكن في المجال. شرف لي يا أستاذي أنت وأستاذي. أنا أستاذ، أنا أستاذي ما تقولهاش لي. شكرا لك على الاستضافة. هذا احترام وتواضع منك، ولكن أستاذي أنا اللي نقولها، لأن الرأي العام تبعني عارفيني أنا، إذا قلت أستاذي جات معايا أنت ما تقولهاش لي. كنت أنا تتلمذت على يديك مجموعة من الأمور. ندخلوا للموضوع أستاذي. العلاقة بين الصحافة المكتوبة والتكنولوجيا الحديثة. وعلاقة وطيدة أعتقد بأنه فرضت نفسها دابا، لأنه تطورت الممارسة الصحفية وفرضت وسائل جديدة كيفية التعامل مع الخبر، لأن الصحافة في نهاية المطاف بقى هي ديك إيصال خبر الناس للناس، بقى هي في الأول وفي الآخر تبقى هي الصحافة، ولكن الوسائل ديال الإيصال مثلما تطورت من الجريدة المطبوعة ذات الزمن إلى الميديا أو الراديو ثم إلى التلفزيون ثم إلى الإنترنت، الآن ولينا قدام التورات الرقمية المهولة جدا اللي زعزعت كل معتقداتنا ومعتنقاتنا. حتى واحد فينا ما كان كيعتقد هذه واحد 20 عام بأن نوصلوا لهذا الشيء كامل، أن يولي العالم كله على مرمى كليك ولا زر بواحد الطريقة خطيرة، ولا نولي نتواصلوا مع أستراليا بالضحك ولا هذا بزاف ديال الحوايج. فأعتقد بأن الصحافة المكتوبة لا زالت تؤكد بأن الحاجة إليها قائمة، ولكن عليها تطوير نفسها وعليها الإيمان بهذه التكنولوجيا الحديثة، عليها الانخراط في التكنولوجيا، وعليها أن تمنع أن يفهم الناس في واحد اللحظة من اللحظات بأنها معارضة للتكنولوجيا الحديثة. تقدر تطور نفسها بانتمائها وبتطوير نفسها وبانخراطها في التكنولوجيا الحديثة دون أن تقنع الآخرين بأنها هي نقيض أو ضد ديال التكنولوجيا، وتدفع الآخرين للتبني داك الشيء ديال المؤثرين او سباش السميه ديالهم دابا يقدروا يديروا الصحافه. لا، هذه مهنه قائمه عندها اجناس معينه ينبغي ان تطور نفسها، ينبغي ان تطور ادواتها، ينبغي ان تنخرط في هذه التطور التي نحن فيها الان. انا غنناقش معك استاذ الاكراهات اللي كاينين، وغادي نطلق من واحد الشقين طرحتيهم معايا، هما اليوتيوبر الفيسبوكيين خاضعين للقانون النشر، خاضعين للقانون التشهير اذا صح التعبير، الصحافه
التعديل اللي كان في 2016 المفارقة كإفادة للرأي العام بين الصحفي اللي هو في إطار النشر وبين اليوتيوبر اللي عنده في الدستور الحق في المعلومة. هنا مجموعة من اليوتيوبر غادي يقدروا يشوفوك، مجموعة من المتتبعين من الفيسبوكيين مازال ما لقوش الإطار القانوني ما لهم وما عليهم. ما هي المفارقة في الإطار القانوني بين المهنية في الصحافة والمؤثرين؟ لا أعتقد الإطار المهني واضح، الإطار المهني واضح، هو الإنسان الذي يشتغل أو الإنسان الذي يشتغل في ميدان هو مصدر رزقها الوحيد والتي تلتزم بالأجناس المؤسسة لهذا الميدان الذي تشتغل فيه. الصحافة ليست هواية، راه كلنا كنبغيو الكرة، كلنا باغي نكونوا بحال ميسي، ولكن قليل فينا اللي يعرف يضرب الكرة بحال ميسي ولا نيمار ولا هذا. كذلك الحال بالنسبة للصحافة، ملي كتشوف واحد الصحفي متميز يا إما كيكتب مزيان أو كيدير برنامج بشكل جيد في التلفزيون أو لا في الإذاعة، كتقول أنا بغيت نولي بحاله، غير هو واش عندك الإمكانية ولا ما عندكش. هذا هو السؤال، هذا هو الفارق البسيط اللي كاين. حنا كنقولوا لإخواننا في هذه المواقع ديال التواصل الاجتماعي وفي وسائل التواصل الحديثة، جيد جدا أن تكون عندك هذه الرغبة ديال إيصال المعلومة للناس، وأن تحس بأنك فقط نتي الصباح وعندك التليفون ديالك، عندك كونيكسيون مزيانة ما بهاش، وعندك واحد جوج كلمات باغي تقولهم، انك تقول للناس اللي بغيتي تقولهم. غير هو راه كاينه واحد المحددات بسيطه هي التي تقيم الفرق بين هذيك الهوايه ديال باغي تهضر في اطار جيب يا فم وقول، وما بين اني كصحفي خصني قبل ما نقول الخبر كنتاكد واش داك الخبر بصح، واش عيطت للناس المعنيين بداك الخبر، واش تحققت منه حقيقي ولا لا، واش احترمت القواعد السته المؤسسه ليه في الصحافه. هذا هو الفرق اللي كاين، بسيط جدا. بحال دابا مثلا مجموعه ديال النماذج المجتمعيه اللي عشناها حنا في اليوتيوب وداكشي ديال الناس شعبيين وبسطاء اشتهروا، نذكروا من عيما ونذكروا اكشواني كنوا ونذكروا نيبا، هادو ناس وفرحانين انهم كيهضروا بخير، حقوا واحد الاشباع ذاتي ديالهم، واكثر من الاشباع ذاتي حقوا واحد شويه الادسنس شويه الفلوس اللي كيدخلوا لهم في الانترنت ولاو فرحانين. ما عمرو ما يكونوا صحافيين، ما عمرو ما يكونوا صحافيين، ما كيمارسوش الصحافه. هاد الفرق خصنا نقيموه، حنا ما عمرنا قلنا في الصحافه هاد الناس خصنا نبيدوهم ولا نحيدوهم ولا نمنعوهم من الحادث. حنا كنقولوا فقط ما تقولوش هادشي اللي كديروه راه صحافه، حيت والله العلي العظيم ما صحافه. هنا كطرحوا نتوما سؤال وسمعتوا في المداخله ديالكم كتقولوا الراي العام هرب علينا ولا حنا هربنا عليه، كيفاش نواكبوا تولي العلاقة بين الأساتذة في مجال الصحافة الأكفاء اللي تكونوا بطبيعة الحال وكما كنقولوا عندهم باكتاج والإطار القانوني واضح في هذا الشأن، باش يكون عندنا الرقي بالصحافة أمام الرأي العام بالمقارنة مع الأطراف اللي هي موضوع النقاش اللي ناقشه؟ واش ما كتشوفش أنه كاين تقصير ومجموعة من الزملاء مهنيين أكفاء أساتذة ما تيشتغلوش في الإلكتروني، وهذا تيسيء شيئا ما العلاقة الصحافة مع الرأي العام، والرأي العام يبحث عن مثقفين باش هما تا هما يشوفوا وليداتهم تيستافدوا في هذه الأمور. كيفاش كتشوف أنت هذا الخلل؟ أنا متفق معك، وأنا كنقول دائما بأن واحد السبب أساسي في نفور الناس من الصحافة في المغرب هو التعريض الصحفيين على المجتمع. الصحفيين كيهضروا على الشعب على أساس أنه شي حاجة الشعب ما قارينش، لا، الشعب هو اللي أولا أنتجك هو اللي صوبك، تتصاوبتي في وسط مدينه قديمه ولا مدينه حديثه ولا قريه ولا دوار، هذا ولد داك الشعب. اللحظه اللي كتحس بانك كتعالى عليه وبانك انت واعر عليه، عرف بانك فقدتي البوصله ديال كل شيء. اول مهمه خص دير الصحافه هي انها تقرب لهذا الشعب ويحس بانه منها والى انا صنعتك وانا قريتك وانا وصلتك لديك المرتبه اللي انت فيها، باش انت تفسر ليا بطريقه القرايه اللي وصلت ليها الاشياء اللي تتخفى عني اللي ما نفهمهاش انا بمقدرات البسيطه ديال الفهم ديالي. الفكره ديال الصحفي اللي كان شحال هذه القديم اللي تيمكن يهضر مع حتى واحد وديما مكتئب وكيكمل قرو ديالو في هذا القنت وكيسوق هو بوحدو وكيخلع الناس ما بقاش. الصحفي اليوم هو ولد هذا الشعب وخصو يكون قريب من هذا الشعب ويكون كيهضر نفس اللغه اللي كيهضروها الشعب، ولكن عنده كما قلتي انت الباكتاج او الباكاج المعرفي الذي يتيح له فقط ان يشرح المعلومات اللي كيوصل للناس، المعلومات الصادقه الحقيقيه الاتيه من مصادر فعليه، يشرحها للناس ويساعدهم على الفهم ديالها باش يكون الفرق بينه وبين ذاك المواطن العادي. انا غنعطيك سؤال شيئا ما سيف ذو حدين، في نوع من الاحراج ولكن فيه من الافاده. مرحبا. السي الغزيوي صحفي متمكن، الامور تنعرفوها، الراي العام تعرف شكون هو الغزيوي مزيان، ولكن بعيد على التكنولوجيا الحديثه، لماذا الغزيوي ما خداش هذه الباديه في اطار المؤسسه اللي كيترأسها اللي هي بطبيعه الحال مؤسسة وطنية
وعنده فيها قناة إلكترونية مازال ما عندهاش شي تفاعل كبير، علاش ما ياخذهاش الغزيوي ما دام أنني أنا عندي معلومات على الغزيوي طموح، إذا أراد شيء يقول إن شاء الله ويطمح إليه، علاش الغزيوي ما خداش؟ متمكن في الصحافة ولكن لازال عنده نقص في التعامل في ما هو التقني، كيفاش يبلور، كيفاش يكون عنده خط تحريري محكم ويعيش مع الأجيال في التكنولوجيا الحديثة. الغزاوي كنموذج يكون على الصعيد الوطني، شأنه شأن مجموعة من الجرائد الوطنية اللي لها صيت كبير طبيعة الحال. هو سيأتي أوانها، سيأتي أوانها. شوية ديال التأخر، كيفاش يقول في العلامات ديال التشوه اللي كاينة في الطريق، التأخر في الوصول خير من عدم الوصول. كاين واحد النوع ديال فوضى الحواس دابا ضربا للمجتمع الرقمي في مقتل. هذه مسألة أنا زعما هذا اختيار ديالي أنا شخصيا واختيار المؤسسة اللي أنا فيها، ألا ننخرطها في فوضى الحواس هاته. عرفتي علاش؟ حيت فاش كدير راسك في النخالة كينقبوك الدجاج. وهذه مسألة حنا أنا كنقول لك علاقتي بوسائل التواصل الاجتماعي بدات منذ بدايتها. أنا واحد من الناس اللي حاضرين في فيسبوك، بالعكس أنا كنجاوب الناس شخصي، كنتناقش مع الناس، كنتحاور معهم، كنضحك معهم، كنتناقر انا وياهم الى اخره في تويتر، في فيسبوك، في انستغرام. هذه مساله. ولكن بالنسبه للمؤسسه لا زلنا ننتظر انبلا جد، يعني الفجر من بين هذه الظلمه اللي حنا عايشين فيها، حيت في واحد اللحظه معينه الى حطيتي انت راسك مع الاخرين غتولي بحالهم. ونحن نقول بان كاينه واحد الفوضى معينه يجب اولا تقنينها باش نخرجوا من هذا. علاش استاذي الا سمحتي لي، انا صدرتي حكم انك تكون بحالهم، علاش ما تقول ان تكون لك مميزات خاصه تختلف بها عن الغير؟ لا ليس بصعب، لا صعب جدا. واتونسيون في نوع من الاحباط على الاراده ديالك. الاحباط لا والو، في دول فاقتنا في التجربه الصحفيه عالميا، في فرنسا، في الانجليز، في امريكان، باقي لحد الان هناك هذا المشكل ديال التمييز او الفرز بين الصالح والطالح في الانترنت. علاش؟ لان هذا مستجد تكنولوجي حديث وقع في هذه السنوات الاخيره، العالم راه فوجئ به، راه بزاف الناس لم يكونوا يصدقون هذا الامر، قلتها قبيله، راه بزاف الحوايج وقعت ما كناش كنتيقوها. الا كنتي شحال اللي كتقول غنتفرج داك التبصيل، عقلتي عليه البارابول اللي كنا كنلصقوا في السطوحه، كنقول نتفرج جوج القنوات المصريه وقناه فرنسا تي في 5 وداك الشيء، الان في التليفون ديالك كتفرج في مجموعه ديال القنوات والكابل والنتفليكس الى اخره. يعني هذه الهوه الرقميه، واش كنا مستعدين حنا كعالم كامل ماشي كعرب ولا مسلمين اننا ندخلوا فيها ونخرطوا فيها ونطوروا ادواتنا ليها؟ لا اعتقد بان الجواب حتى في المجتمع المتقدم، حتى في امريكان وفي الانجليز راه باقي عندهم هذا المشكل، راه باقي كيضحكوا على الانفلونسرز واليوتيوبرز كيقول لك راه شو هو المهنه، باقي لحد الان الصحافه القديمه كاين هناك من اغلاق، هناك من كسافه مثلا هب البوابه الرقميه ديالو قال لك انا بلاتي كنقولوا نيوزوي كنقولوا تايم، يعني مؤسسات كبيره جدا ترياتات دار ديك ستاند باي وكنتسنى نشوف شنو هادشي اللي طار لنا بزاف. راه واحد اللحظه من اللحظات ديك ماشي الصحفي المواطن ولات، راه ولات شي حاجه اكثر من الصحفي المواطن، راه ولا اي واحد يدز الطريق. انا شفت مؤخرا داكشي ديال اللي وقع في من احداث مؤسفه في سوق حد ولا جلول ديال النهب والسرقه، كلشي شاد التليفون كلشي كيصور كلشي حط في الانترنت في نفس اللحظه. في وسط هذا الكم ديال الفوضى راه من الصعب جدا انك تجلس وتهضر مع الناس اللي بعقلهم وتقول لهم بلاتي راه كاين واحد شويه ديال العقل في هذا المكان وتبعوه. الشاعر انت قلتي لنا اللغه العربيه مقبله، تيقول لك لما رئيس الجاهل في الناس فاشيا وتجاهلت حتى ظنك انني جاهل. كاين واحد الواقع كبير غالبنا كاملين، انا كنقول لك هي سميتها فوضى الحواس، الله يذكر عليها بخير ديك احلام مستغنمي. هاد فوضى الحواس يجب ان نتخلص منها، والتنظيم ديالنا لمهنتنا سيمكننا ان نشوفوا بعدا نبداو الطريق. هذيك الساعه ندير لخويا قناه رقميه مقاده على حقها وطريقها ويشتغلوا فيها الناس على حقها. ان شاء الله خصو يكون في اقرب وقت. خصو يكون. كم سألة أخيرة بغيت ندرجها معك، وكانت هي السبب والرأي العام غادي نختم معها في الأخير، أنني أنا تنعرف السي الغزيوي وتنعرف رجال لنفس المستوى ديالو بنفس الكفاءة، كلهم جنود الخفاء في الوضع الحالي، وهذا يفتقر شيئا ما للمستوى العالي اللي بغينا نشوفه فيه الصحافة الإلكترونية. القصة ديال ريان، القصة ديال ريان تكلموا عليها مجموعة من الزملاء وتمنيت يشيروا لواحد الشك، هو دور المؤسسات التي كانت في محط صنع قرار من السيد العامل من الباشا من القيد من المسؤولين في التعامل مع الصحفيين، لماذا لم يكن هناك رجل أكبر سنا عضو في النقابة عضو في المجلس الوطني يترأس الصحفيين باش يبقى عندنا واحد الهيبة أننا نأديو؟ هذا السؤال الأول، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، تكون عندنا كونفيرونس دو بريس ندوة صحفية في آخر مستجدات كل ساعة، كان عندنا مشادات مع القوات المساعدة، هذا نقص
على الدفء الصحفيين، ناهيك على انه حتى على مستوى التغذيه رجال الدراك، رجال القوات المساعده، رجال الوقايه المدنيه، داكشي عندهم ضموط يعني بيان اورغانيز، الا الصحفيين هاد التهميش، هاد الاحتقار اذا صح التعبير. علاش ما عندناش مسؤولين في محط صنع قرار اللي يقدروا ينظموا الاطار باش المعلومه توصل صحيحه؟ الا تلاحظ هالسؤال هو انه بعض الخراجات اللي كانت، وهنا كما قالت الاخت كيتخلط مع الكاميرات، ما بقيتي كتعرف اليوتيوبر من الصحافي، وكل شيء كينشر بعض لحظات، هو ما كاين لحظات لا والو، البئر في 32 متر وجا في منطقه صعبه التضاريس والاطربه صعبه، وزيد على مستوى يعني كانوا مهندسين من الدوله اللي هما تيعطيوك صعوبه الامر في دقائق، ولكن خدمنا بهذ لغه البوز، من يرشد الصحافه، من يؤطر الصحافه، من يحمي الصحفيين. انا اناقش الغزيوي لانه بطبيعه الحال هو مسؤول من اكبر المؤسسات الاعلاميه في المغرب، هذه المساله الاولى، له تجربه، له حنكه في المجال، هذا الافتقار، هذا الضعف، الا ما كانش السي الغزيوي في هذه الصحافه الالكترونيه الان، شأن مجموعه من الزملاء اللي استفدنا معهم، واش كتنبئ لشي مستقبل طالع انه غادي تكون عندنا شي صحافه طالعه اللي غادي نفيدوا بها الراي العام والاجيال الصاعده؟ لا، انت تطرحوا السؤال وتطرحوا معه الجواب في نفس اللحظه، راه قلناها في الندوه، هذه المهنه يجب ان تنظمها نفسها بنفسها، راه ما تعول، شوف لا على السيد العامل ولا السيد الوالي ولا القائد ديال الدرك الملكي ولا القائد ديال القوات المساعده في المنطقه ولا حتى شي واحد منهم، هذه المهنه الا نظم نفسه بنفسه وصيفط بالصح بناء على البطائق وبناء على الاعتماد ديال الصحفيين من طرف المؤسسات الاعلاميه دون ان تكون مشتته، دون ان نناقش بعضنا شكون فيكم اللي كيمثل هذا وشكون اللي مكتلمش هذا، الا خرجنا من المنطق ديال فريق تسود الذي يحكم مشهدنا الصحفي وقدرنا اننا نكونوا صوت واحد، غادي نصيفطوا لهذاك القنت في هذه الحادثه وايضا في حوادث اخرى مماثله، ناس كيمثلونا كيعرفوا بان مصيفطين الصحفيين، وسنفرض على السلطات الوصيه، وانا متاكد من القضيه ان قلنا لهم هادو هما اللي كيمثلونا، لن يتدخل فيها اي دخيل كيف ما كان نوعه. هذا الميدان يجب ان يقنن نفسه بنفسه، يجب ان يترفع عن الصغائر، يجب ان يفهم بانه عنده مهمه مقدسه جدا، راه الدور اللي دارته الصحافه في الحكايه ديال الريان راه فاق كل الادوار، راه هي اللي كانت نقل ما يقع هناك، واخا على علاتي انا ما بغيتش نشوف الجانب السيئ نهائيا، انا تنقول لك بانه استطعنا انه حكايه ديال سقوط وليد صغير فقير في واحد المنطقه مهمشه، واحد الدوار فين في الجبال في الشاون، جعلنا منه حدث هز الزلو العالم باسره بفضل من ايجابي معاك استاذ، ولكن الصحافه حدها تعاني، راه تما تعاني، لن نستمر في هذه المعاناه اذا ما وحدنا انفسنا، اذا ما نظمنا انفسنا، واذا اعترفنا. دابا انت كتقول واحد الجمله، قلت لك كطرح سؤال مع الجواب، شي هذا مجرد الاعتراف بان عندنا ناس سبقونا في هذا الميدان، انا هذه قيلت النبح بها، تنقولوا مع عباد الله راه ما جيناش ولقينا هذا الميدان خاوي، جينا لقينا واحد الكبار فيه، كنا كنحلموا نكونوا ماشي بحالهم، نكونوا غير شويه بحالهم، هاد الناس شكلوا لنا نبراسا كنا نهتدي به. دابا اللي وقع اليوم شنو؟ كنبدانا نص نهار ديال الصحافه، كيبان لي هادو اللي كيديروا الصحافه كلهم ما كيسواو حتى شي بصله، انا احسن منهم كاملين، هاد الاستصغار لهاد المهنه هو الذي يكلفنا هاد النتائج، هو اللي يجعلنا اليوم يقدر اي واحد اي مسؤول بسيط كما كان بدا يجرينا كاملين، قلنا عرفتي شنو؟ طلعوا من هنا حيدوا، ما بغيتش نشوفكم ولن نقول له شيئا ما دمنا مشتتين بهذه الدرجه. هاد الختم اللي عطيتيني هو صحيح، وانا غادي نعطيك باش نكون صريح مع الناس، عندنا واحد الاطار اخر، الى فيه نقاش بسيط طرف واحد تيكون على الصعيد الوطني والمحاماه معايا استاذي، المحاماه علاش ما تقولش عندنا حنا في الصحافه؟ اه وحنا انت راك عارف هما استاذ، كل احترام للساده المحامي ونشكرهم وتحيو للهيئه ديالهم بطبيعه الحال تاع المدينه، ولا كذلك المستوى الجمعيه الوطنيه ديالهم، وكاين واحد حنا مشتتين بعض المقترحات اللي بغيت نسمع. انا عندي واحد التشبيه اخر، لان عندي واحد مجموعه الاصدقاء ديالي كيديروا داكشي ديال طب الاسنان وعندهم نفس المشكل مع صانعي الاسنان، ولكن الوحده ديال اطباء الاسنان في مواجهه صانع الاسنان كيقول لهم عباد الله حنا ضاربين واحد 13 14 عام في الجامعه فقط، طيب باش نحل هذيك باش نكون غالي كنصاوب لك لا كورون والدريصات وداكشي مقاد،
اجي تقول لي لا راه بالكلاب كنحيدوها، الكلاب كان واحد الزمن اخر، راه نفس العمليه في الصحافه. والله لا اقسم بالله العظيم، والله لا نعاود نثلثوا القاسم، هذه مهنه عندها اجناس عندها قواعد، يجب ان يقتنع كل من يرغب في ممارستها بانها مهنه وعندها اجناس عندها قواعد، ولن يكون الا الخير. استاذي الكريم غادي نختم معك بهذه الجمله وغادي نمشي للكادر، غادي نقول لك استاذي الفاضل، انت مسؤول على بين اكبر المؤسسات الاعلاميه في المغرب اللي هي الاحداث المغربيه، انت موسوعه تبارك الله في الطريقه ديال الخط التحريري ديال الجريده وكذا، ولكن لازلت خاصك تشوف بين عينيك الاهتمام بالالكتروني، لانه هو اللي غيفيد الاجيال. هذه رساله تاخذها انت بطبيعه الحال مشاهدينا الكرام. ما يهمني في الموضوع هو تبيان الحقيقه في مجموعه من حقائق اللي هي واقعيه في المغرب. لما اناقش مع استاذ الغزيوي، هو استاذ متمكن تتلمذ على يديه مجموعه من الاطر صحفيين، هو من الناس كما كنقولوا ديال الجريده الورقيه، يناقش مواضيع سياسيه اجتماعيه متمكن من جميع الجوانب، ولكن النقص مطروح عندنا بقوه في القنوات الالكترونيه. دور هاد الاساتذه الرفع من مستوى القنوات الالكترونيه او المؤسسات الاعلاميه اذا صح التعبير الالكترونيه للرقي بوصول الخبر بصدق وامانه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.